والخوف ما كاينش، ما عندناش خوف، خوف كان من ربي. من خفي كنضحك ما كنضحك. السلام عليكم، جينا خوتي دولة تونس باش نديروا مقلب ديال الجن، وبالضبط في القصيريين. زعما تصدق بالضبط في المسرح ديال الرومان، اقدم مسرح في تونس اللي كانوا فيه الرومان قديما، وان شاء الله غادي نديروا مقلب ديال الغولة بالجنب ديال الواد، وفرجة ممتعة. مع السلامة. غادي نبداو على بركة الله. كيف قلت لك خويا انا مغربي، مرحبا، جيت عندكم لتونس، مرحبا، باش نسول، مرحبا بك، على الغولة اللي عندكم نتوما هنايا كتقول لها الرهبان. اي الرهبان، الرهبان، الرهبة، الرهبان ولا الرهبة؟ رهباني، رهباني. هاد المنطقة خويا عندكم ديال القصيريين، فيها هاد البلاصة هادي ديال المسرح ديال قديم، هاد المسرح ديال من ديال الرومان. قديم. اي صافي، شوف خويا في الكاميرا، شوف الكاميرا ديال الرومان. ايوا هاد، دور شوية هكا، هاد المسرح ديال الرومان. ايوا وراه كله كاف هنايا، كيما درتي كتلقى الكؤوف هنايا. إيه قديمه ومهجوره، بلاصه مهجوره، ورا الرهابين ساكنين هنايا، ساكنين موجود، ساكنين الرهابين. وقال لك اخويا هاد الايام هادي واحد الرهبان فيهم تما طاغي، قال لك ولا كيخرج البشر وتي يبدا ينهش في القبوره وياكل البشر. شي صحيح؟ ايه حكايه قديمه هذه، ما احنا ما نصدقوهاش، معناها ما ما ما, ما جيش على بالنا. راه هاد الرهبان كان عندنا حنايا في المغرب وجا لهنا دابا. ايه ما نصدقهاش، هي عباد حكتها القدوم، جدودنا قدوم، ما ماشي ماشي صحيحه. معنا التوانسه قال لك شافوها بعينيهم. لا مش صحيحه الحكايه، مش صحيحه، ما نصدقهاش. بالنسبه لي انا ما نصدقهاش الحكايه. ايه ما نصدقهاش. يعني انت ما كتامنش، ما تجيش على البال خلاص. معنا يعني انت ما كتامنش بالرهبان؟ ما نامنش بالرهبان، ما نامنش، ما نامنش به الرهبان. الرهبان ما تامنش به، ما نامنش به. وهاد البلاصه ما فيهاش الرهبان، نتصورش، ما صعيب ياسر. حتى كان حكايه قديمه، معناها ما تو ما فماش. خويا انت ما تخافش من الرهابن؟ نخافش. بالنسبه راه غوله، راه عندنا غوله، راه مجهده، راه تبارك الله، راه مشكل. ايه صحيح، ما حكايه قديمه، معناها ما تصدقهاش تو. بالنسبه لروحي ما نصدقهاش. انت ما تخافش من الرهبان؟ ما نخافش منه. ما تخافش من الجن؟ ما نخاف لا من الجن لا من الرهبان. انت شجيع؟ اكيد شجيع. ما راجل، راجل وسيد الرجال، راجل ونص كيما تقول. راجل ونص. اي نعم، راجل ونص وسيد الرجال. اي نعم. والخوف ما كاينش؟ ما عندناش خوف، خوف كان من ربي. والشجاعه؟ والشجاعه عندنا كاينه، كاينه اكثر من اللازم. والقوه؟ والقوه للرجال وبات من بعد ربي سبحانه. والخوف؟ والخوف ما كاينش، ما تحكيش عليه الخوف. بالنسبه للخوف ما تحكيش عليه الخوف صراحه. اجي ما تخافش، اجي ما تخافش، شوف ما تخافش. هاكا من خفيه، هاكا من خفيه، كنحكي معاك، هاكا من خفيه، هاكا نضحك معاك، هاكا نضحك معاك، شوف شوف، اسمع اسمع، هاكا من خفيه، هاكا من نضحك معاك، غير ضحكي ضحكي ضحكي، غير ضحكي ضحكي، غير ضحكي 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 يا ودي، ما تخافش ما تخافش، اجلس اجلس يا ودي. وش بيك يا ودي؟ جلس ارتاح، جلس ارتاح، جلس يا ودي. انا شفته تو. لا يا صاحبي، يا صاحبي دير يا ودي. سلي يا محمد يا اخوي، جينا رحبنا بكم اخوي، مرحبا بكم، ما دخلنا نحن تو في الحديث يا اخوي. هذه خافش، ما تخافش انت، ما تخافش يا رسول الله. مقلب مقلب، كاميرا خفيه يا اخوي، ايش عملنا لكم؟ ليه مقلب مقلب خويا؟ يا رسول الله، ما تخافش ما تخافش، مقلب 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 خويا، ما تخافش يا رسول الله، ما تخافش ما تخافش. اي مقلب، هاي كاميرا خفيه، كاميرا كاش، هادي كاميرا كاش يا ودي. عليها الواحد انت طيحتوا لي قلبه والله. انت شاركتي معنا في كاميرا كاش، يلا مشوا انت يا اخوي، يا اخوي يا اخوي، يرحم والديكم. ها لا ما تخافش، ما تخافش يا صديقي، ما تخافش يا اخوي، يا اخوي يا اخوي والله اسمعني، سامح راي الرجله تحضر وتغيب، ما ولد عمي في المواقف هذه. يرحم والديك. سمعتك تقول، سمعتك تقول لي رجل، يرحم والديك. انا قلت لك، انا حكيت معاك بصراحه، صحيح ما نخافوش، اما الرجله راهي تحضر وتغيب ساعه ساعه قبيله غير الواحد في مواقف كي فكر بلاصه خاليه كيما انا بالله في دقيقه انا يخرج لي عابر كي سبحان الله. خويا ربي ينوركم وكاو، خويا مسامح، اخويا ربي ينوركم وكاو. الرجله غابت قبيله والله، غابت تحب الصراحه، غابت خويا. الحلقه يتفرجوا فيها الناس، مسموح يتفرجوا خويا؟ اكيد مسموح اخويا، وان شاء الله مرحبا بكم. اسمح لينا اخويا، مرحبا ومسامح، اسمح لنا. يا سلام يا خويا، يرحم والديك. الله دبا دور مع السيد، تهلا فيها صاحبي، عوض له الخلعه ديالو خويا. مع السلامه.